اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ الذی جعل لکل امۃ منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام سلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه ما اعمال اخر ذبح الاضحيه بالاخلاص وصدق النيه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أم المؤمنين عائشة الصديقة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وعشارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا الله اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما الاضاحی یومان بعد یوم الاضحا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال الله عز وجل في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم فطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين فلما ما وجهه ما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ألا ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وعن أمته صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصاب وكذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والابرار صاحب النبي في الغار والمضار افضل الصحابه بالتحقيق خليفه النبي بلا فتر امامنا امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب امامنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء والايقان الشهيد المظلوم حين تلاوه القران امامنا امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى اسد الله الغالب امامنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدين السندين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانهما الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وعلى بنات النبي الاربع زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه رضي الله تعالى عنهن وعلى اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجه وعائشه وحفصه رضي الله تعالى عنهن وعلى امير الحق والايقان امير المؤمنين امير معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى سراج الامه النعمان ابو حنيفه رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء وحياء في قبورهم يصلون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد علمته ان الله وملائكته يصلون على النبي ايضا والناس يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وجل واتم واهم واكبر والله يعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عید مبارک فرمائے۔